إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لجميع المشاهدين اللي كيشاهدونا بطبيعة الحال في هذا البث المباشر والحصري. إذن اليوم بطبيعة الحال بعد نشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ديال واحد شخصين مسن، واحد الشاب تقريبا ما يقارب 30 سنة ثلاثيني كيعتدي بسلاح أبيض على ديك المسن الراس ديالو. بطبيعه الحال المصالح الامنيه دخلت اللي هي بابو ليها، وكذلك فاعل حقوقي غادي يدخل على الخط وغادي يشرح لنا بطبيعه الحال الحيثيات ديال الموضوع. السلام عليكم استاذ. السلام عليكم، محمد بن مهيدي، رئيس الرابطه الوطنيه للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب. فعلا احنا الصباح بحال الساكنه ديال مدينه العريش كنجبروا واحد الصفحه عائشيه كتحط واحد الفيديو تقريبا في واحد 25 ثانيه. اكيد الملتقط الصوره كان قريب للواقعه بالحدث. ما حز في نفسي هو ان ما بقيناش كنشوفوا هذوك الناس كيحاميو على بعضياتهم، يعني شي واحد ما تدخل، يعني الناس كدوز ما كيشوفوا واحد اخر راجل كبير كيتضرب ماشي سوقه. وهذه سبحان الله العظيم انهيار واحد المنظومه قيميه داخل المجتمع المغربي. ربما بعض المرات كيوقعوا شي تدخلات اللي كيوقع مثلا هذاك اللي كيتدخل كيولي تا هو في متابعات ولا شي حاجه، ربما الانسان بدا كيبعد راسو من هذا الشيء. ولكن للاسف شفت انا ناس دايزين وكيشوفوا الراجل الكبير كيتضرب. من بعد تبين بان هادو جوج ديال الناس اللي كيتعاطوا الكحول، هذا غير مبرر غير كافي على انه يكون عنده ديك السلوك العدواني بهذيك الطريقه، خصوصا ان رجل كبير عليه. بالاضافه الطريقه اللي كان كيضربوا بها عنيفه جدا، فيها حقد، انه كيعنفوا من حيث الالفاظ النابيه، كيضربوا ويوجه له لكمات على مستوى الوجه، والاخطر من ذلك انه كيجبد السلاح الابيض وكيقول له انا غنفلح لك، انا كنفلح لك راسك. وهذا اكيد خص تشديد العقوبه لهذ النماذج هذو. علاش؟ لان الصوره كي خرجت اكيد خلت واحد الرعب داخل الاوساط ديال المجتمع ديال مدينه العريش، واكيد ماشي ديال العريش، لان شفت التفاعل ديال واحد مجموعه الصفحات، مجموعه المواطنين المغاربه على مستوى المغرب. الجميل في الامر هو ان الشرطه القضائيه ولا اللي تفاعلت بسرعه بطبيعه النيابه العامه ولا الولايه ديال الامن، انه مجرد ما وصل العلم ديالهم ما دازت تقريبا حتى واحد نص ساعه ولا ساعه على النشر ديال الخبر، حتى كان تم اعتقال المشتبه فيه، يعني الشاب اللي كان كيبان في الاخر، وتقديم المساعده لهذاك المسن، انه حسب المعطيات انه مشى داوه استمعوا له اصلا، يعني خص اول حاجه الاستماع بمحضر رسمي ويؤكد الاقوال ديالو والمتابعه ديالو لهذاك الشخص، وتم الحمل لهذا السيد هذا في اتجاه المستشفى الاقليمي لاله مريم من اجل الخضوع لعلاجات طبيه الاستعجاليه في انتظار الحصول ديالو على شهاده طبيه نهار 2 ان شاء الله. واخا بالنسبه لكم كرابطه وطنيه للدفاع عن حقوق الانسان، اكيد انكم دخلتوا على الخط، واكيد انكم ضد هذه الاعتداءات وبحال هذه الاعتداءات هذا. اي عنف كما بغى يكون، العنف لفظي جسدي معنوي، اللي خطير هو ان تمرير ديال هذا السلوك داخل المجتمع. تخيل ان احنا دابا في هذه الساعه هذه والواقعه وقعت واش البارح ولا ما عرفتش، ذاك السيد فوق الصور وما تنشرش الخبر او لا تنشر ولم يتم التدخل، كيولي واحد الاستياء عارم ديال 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 الساكنه او ديال المجتمع المغربي. وكاينه ناس اللي كينجيو في واحد الوقيته كيقول لك راه ما كاين لا مخزن لا والو، في حين ان كاينه مجهود كيدار، كاين خاصه لمستوى الموارد البشريه، كاينه اكراهات ميدانيه، وكاينه الجريمه تتطور. بالاضافه لواحد الحيثيه نذكر فيها كرابطه وطنيه للدفاع عن حقوق الانسان، ان هذيك الجريمه راه ممكن توقع في اي لحظه. علاش هادو جوج قويلات كي منخمين مع راسو، وقع شنآن الاخر صدر منه واحد الفعل اللي كيتكيف قانونيا انه ضرب الجرح. الخطير ما في الامر استاذ ان الناس اللي كانت يعني دايزه من تما، الناس اللي كانت واقفه اللي ما تدخلوش. هذا الشيء اللي قلت لك انا في الاول، هنا هو اللي حاسس زي ان كاين ناس كانوا كيصوروا عاود انهم يتدخلوا ويحاولوا انهم كما كنقولوا يتدخلوا ما بيناتهم. هو التصوير للاسف وفي ايجابيه وفي سلبيه، رغم ان الدوله ولا المشرع المغربي في 2018 دار القانون 103/13، دار واحد مجموعه ديال القوانين كاينه ترسانه مهمه على مستوى القانون الجنائي ولا المسار الجنائي في المغرب، الا انه ما زلنا بعيدين كل البعد عن الممارسه الحقيقيه ديال استعمال الهاتف.
هذا كي انه مثلا لو كان عوض انه ينشره كان خصو بالموازاه نقولوا انه نشروا مثلا بصيغه معينه، كان بالموازاه انه يخبر رجال الامن سواء اللي تابع لهم البلاصه تابع النفوذ ديالهم او لا يتوجه مثلا للشرطه القضائيه ويخبرهم بالواقعه. الواقعه ديال جريمه النشر تتحقق بالنشر، وهنا غنجيك في واحد الشق اللي هو ربما بزاف الناس ما عارفينهاش. هذاك الشخص في حد ذاته دابا اللي ضرب وغادي يتعاقب على فعل انه ضرب واحد المسن، راه هو الى حدود ساعات راه هو ضحيه ديال واحد الشخص صور له وجهه ياك ونشره. نتخيلوا ان هذا السيد المشتبه فيه اللي ضرب وغيتعاقب بناء على داك الشيء اللي ما يتصدروا النيابه العامه من تكييف للقضيه، ان عنده وليداته مثلا، عنده زوجة ديالو، عنده عائلته. اذا ها هي ما بقاتش في ذاك الفعل اللي داره هذاك الشخص تجاه هذاك المسن. مساله اخرى هو ان النيابه العامه على مستوى مدينه عريش نقدر نقول لك ان كانت ربما زياره شخصيه للسيد وكيل الملك لهذا التتبع الشخصي لهذا الواقعه لما خلقته من 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 جدل داخل اكيد النقابه طبيعه الحال ديال النيابه العامه هنا بالمدينه اكيد كتعطي دائما ردود فعل، يعني اي قضيه كنشوفوا الا النيابه العامه سباقه طبيعه الحال التدخل وانها كتكون حازمه طبيعه الحال مجموعه ديال الامور مجموعه ديال المواقف. الدور ديال النيابه العامه من بين ادوار ديالها هو تحريك الدعوه العموميه. علاش؟ لان هذا المتضرر راه ماشي هو اللي مشى، راه الشرطه القضائيه مشات قلبت التعليمات من النيابه العامه اكيد، حتى الوضع تحت الحراسه النظريه كيكون تحت تعليمات النيابه العامه، غير ان كنقول لك انك يكون عندك تتبع شخصي ميداني لهذا الملف هذا اكيد هذا تحول ايجابي في مدينه العرائش. والناس اللي في حال هذه الحاله هذه ديال هذا السيد اللي صوروا هنا الجانب الشق الايجابي على انه الملف او الحق ديال هذاك الشخص ضعيف. والغريب ان هذاك الشخص اللي عز عليا انه جالس ما كيردش على راسه، الصنداله ديالو اذا رجعتوا للفيديو كاينه الصنداله ديالو قدامه، يعني واش زولها له واش رماها، وعلى اليمين ديالو كاينه حوايج طايحين، والناس كيدوزوا في الشارع اللي هو معروف شارع الحسن الثاني. والاخطر من ذلك عدم تقديم المساعده لشخص يوجد في وضعيه خطر، لان هذيك اللحظه اللي كان ممكن انه كيضربوا بالموس راه ممكن يفلح له وجهه، ممكن يضربه، ممكن يدير واحد. اذا هذا السلوك المجتمعي اللي ولنا كان اكيد انه يقدر يتسبب له في واحد اكثر معاه، يقدر يتسبب له في الوفاه ديالو لا قدر الله. حيت راجل كبير، وراجل كبير وحسب معطيات انه الكوليك، وهاد الناس اللي كيكون هذاك حتى المناعه الجسمانيه ديالهم كتكون ضعيفه. اذا كيفاش هو مارس عليه العنف؟ ناس دايزين رجال بين قوسين ما قدموش المساعده، في حين الى حدود سنوات كنا كنشوفوا غير ناس كيدابزوا كنا كنمشيو نتسيبوا عليهم. لا يعني كيفارق طبيعه الحال هذه طبيعه كمجتمع مغربي كنا معروفين بهذيك القضيه، كتجبر منين كتبقى تباعد لاخر سير بحالك سير بحالك. دابا لا، دابا منين كياكل الدق المراه كتسرق، هذا الراجل هذا كيتضرب بالسلاح الابيض ولا احد يحرك ساكنه. قلت لي قبيله في الكواليس بانكم كرابطه الوطني للدفاع عن حقوق الانسان يعني مرتاحا بخصوص التحركات وبخصوص الحركه اللي عملتها بطبيعه الحال النيابه العامه ولا الشرطه القضائيه هنا اللي كما كنقولوا لها بطبيعه الحال مشكوره على التدخل ديالهم. انا مازال كنكذب ان الصوره تلعب دور خطير في التأجيج او في التمئنان المجتمع المغربي. علاش؟ تخيل ان هذاك الفيديو تبارطاجا واحد الحدود كبيره واستغلوا اعداء ديال المغرب. عادي، لان الفعل ديال الجريمه مادام ان المجتمع يتحرك غتكون الجريمه. نعطيك مثال، دابا حنا كنتواجدوا في الجاليه قبلتنا كاين الغابه ديال الاسطال، واحد غيمشي مع صاحبه 12 الليل عاد هما يبانوا يمشيو ينشطوا في الغابه. هذيك اللي غينشطوا بجوج بهم واحد فيهم يهز القرعه يضرب الاخر. مساهمة الضحية في الفعل الإجرامي، يعني أن واحد مشى بواحد البلاصة يعني خالية مشى خالية ونشطوا مع راسهم عضربوا. في حين أن تخيل أن لو واحد مثلا جا غادي في الشارع يخدم ياك بحال الواقعة ديال هذيك السيدة اللي كانت تعرضوا لهذوك القاصرين، مرة غادا في واحد الفعل اللي هو يومي معتاد وكيولي جبر راسها أنها معرضة للاعتداء الجسدي واللفظي والسرقة. هنا كتولي فرق بين جريمة وجريمة. الجريمه ديال شارع الحسن الثاني اللي هو الموضوع ديال اللقاء، يعني جوج ديال الكوالات مندرجين مع بعضياتهم، غير هو الفعل الصادر من هذاك الشخص كان بطريقه عنيفه جدا. واذا لاحظنا بان الانسان ملي كيكون سكران
راه السكيريه بعض المرات تلقى يتضربوا مع بعضياتهم، ملي كيقول له ملي كيفك كتقول لك، كيقول لك انا يعني كل شيء واعي بحال اللاوعي. وحتى مرارا كنشوفوا سكيريه كيبقى غادي كيعترف بجليلو، واذا ما لاحظتيش اللحظه قبل ما يطيح غتقول شي واحد دفع. واخا الرساله ديالك الكلمه دابا اخي، الناس اللي كيصوروا وحدين اخرين، راه مازال كنأكد بان القانون راح تبدل. شحال من واحد كيصور شخص اخر كيحتفظ بالصوره ديالو او اللي كيحتفظ بالفيديو وكيقول غير غندير وغندير وغندير وغندير. هاد الواقع هذه ديال النشر، انا كنت كنتمنى ان هاد اللي نشر يكون عنده واحد التقنيه ديال تغطيه الوجوه، في نفس الوقت نوصلوا لفعل جرم، نوصلوا للواقعه ديال الاعتداء، وفي نفس الوقت ما نتجنوش على هذاك المشتبه، لان دابا غيتعاقب جوج مرات، غيتعاقب على الفعل ديال الضرب والجرح، شخص تعرض للسلامه الجسديه ديالو للخطر، وعيتعاقب على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي. حتى المجتمع ما كيرحمش، عنده وليدات، يقدر يكون عنده وليدات، يقدر يكون عنده والديه، يعني ان الضرر غيفوت هذاك الشخص. وبالتالي ان لو كنا مثلا غادي نمشيو في الاتجاه ديال تحقيق المحاكمه ولا تحقيق العداله للجميع، حتى هذاك المصور ديال 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 الفيديو راه عدم تقديم المساعده، ديك اللحظه اللي كان المفروض ان ديك 25 ثانيه، كان هذيك اللحظه الثانيه والثالثه اللي تضرب الراجل بالموس، كان ربما ورغم انه قدم بطبيعه قدم واحد الخدمه اللي هي خدمه كما كنقولوا، هو السبب اللي خلى ان 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 ديك الاعتداء يخرج ويتحركوا يبان ويتحركوا بطبيعه الحال المصالح المختصه. لا، هو النشر، جريمة النشر تتحقق بالنشر. كان ممكن نشروا الفيديو ونغطيو الوجه ديال المشتبه فيه. هنا غنكونوا حققنا الردع بحالاش، على أن أي واحد ممكن يدير سلوك اللي هو كيعتبره سلوك معزول، أنه ممكن يتصور وممكن يتبوبلي، غير في شروط ديال النشر وعدم تحقيق واحد الجريمة أخرى، أن كان ممكن يتغطى، كاين أبليكاسيون اللي كيغطيو الوجه. وحنا شنو ديك الساعه لان الفيديو الاصلي هو اللي خصو يتمكن منه الشرطه القضائيه، علاش؟ لتعرف على هويه الشخص والقبض عليه. شكرا، الله يجزيك بخير.